بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحن كسو قدبيننا عشر كاني أفرتنات فهم كسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وحن كسو جرني دقالكي أحد aan waxaan soo sheegnay gaaladii ku soo duushay Madiina ee reer Quraysh inay ahaayeen 3000 ciidana muslimiinta u diyaar garoobay inay iska difaacaan ee nabiga hoggaaminayaana 1000 inay ahaayeen. Laakiin dhamaadkii waxaan soo sheegnay munaafiqii weynaa Abdullah ibn Ubay ibn Salool ee munaafiqiinta madaxooda ahaa inuu 300 ciidana la soo laabtay, ee markaas muslimiintii soo harta ay noqdeen 700 oo qaabilaysa 3000. Halkaas ayay noo maraysaa. النبي عليه الصلاة والسلام وصعد عيدا كي تضوضي سبغل أيو وطي إلهي بان معجي سأه. النبي عليه الصلاة والسلام مركا مالد حمركو مرا يو أوسي سعدو أيا وحو يري قف وضضا يقانه أو نمر سينا يو سيان عدو وقو كردعين مجرة مركاس أيا أصحابي لديه جرى أبو خيثمة وحو يري أنا يا رسول الله أنا يا رسولك إلهي نمر سينا يو نبي مركا عليه الصلاة والسلام عبد الله أبو خيثمة وضع لو أيو مرسيو كان دوان تي قالدو أي دقنائين مركا ميلد حسي مريان أيو حسي مريان بير ولي ننك لديه جري مربع بنو قيدي مربع بنو قيدي قاس نوحاها منافق أو وليبا أرقلا إن دلاء أو إنده سوير يهين مركا شنقرت عيدا كإسلام كداريمي أيو عيد كفر دي وإسلام كعيدا مدي إسلام كوجه وغفر دي وحنا يرى لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله ما كوبانين أيو يري إن أدبرت إذا قشادة إله رسول كي سيطاي كما أقلي يري كاسا عيدا كي قايب كما دكودك دقين إني دلان مركاسا النبي وحير عليه الصلاة والسلام لا تقتلوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر إسكان نافو يري نبي عليه الصلاة والسلام كان وامد إن دلا إن دها أرقى إن دها قلبي قبل بضا بولا إيهو حد إسلامنا ماهن إسكان نافو يري نبي عليه الصلاة والسلام وفير رسولك عليه الصلاة والسلام منافق وين والنبي أصحاب تسعيد كفر ليه وين ما مري كرتي وضدان أن أصحاب تدمعين دي لسوير هدل لنا إنها يوه إنها قلبي جاي إنها قالب كالبضو بوالاي ما أنت ضدتك اللي يرضى هو الله مرن هوابين أي وهو يد قوضي إي والد دو قوضي إي عدن أو أبي يالين ننكاس دي هالي لهاين محاي سماي لهاين كوركي كتشاري لهاين يا ومنافق هذا الله بوي منافق نبي قد ديدنا بيني هو ونبي نقدر نعرف وحن وحل الدلمهن نبي عليه الصلاة والسلام وصعد إلى أوجاري أحد ماشى ليره ده لنا وكدة صلى الله عليه وسلم مركا مركان وحلاط ديار جرب خطة يقاب كي دفاع ونبي قرش عليه الصلاة والسلام مركي ونبي ديار يقاب كي دفاع أو قرشي عيدان كيسي أيو نبيغو صفاي مركا وحو دورتاي قايب أو ماهرين أو آد أو يقاني يعني الشيشك آد أو يقاني قايب تاس نبيغو وحو دورتا عليه الصلاة والسلام كنتنين أيو دورت وحو قايم أو مدح أو قرد قايم ننكي لديه جير عبد الله بن جبير بن نعمان الأنصاري رضي الله عنه أيو نبيغو بورت أو ماركتاي ماشا كتالا أيو بورتان كوركيدا جوغا أو وادي قناة ماشى لرأك تالي، كبعدين الجبل والرماد لا بحي بورتان كرك هذا جوير، كنت تنكي الناس، نمان كقالة هي نبر شبين نوجو إيمانو يرنبو عليه الصلاة والسلام، وهذه فرده هو نبر شبين نوجي يمدان، أدنكو يعني هب كهلكاس فلارتا كريدة، معايا فرده فلارتا ما سو جود بكران، مرك نبر كاس دمبي نبر شبين نلقى إيمانو يرنبو جود دفاع عليه الصلاة والسلام أدو يغان، هلكاس عيدا كاس نبي جود دشي. وحو كالونا أمر كسي النبي عليه الصلاة والسلام نمان كاس كنتا قهالك أود دجيي وحو يري انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا معناها فردها أو قالدو وطانو نبر كان نكا إما أكره ورمها كره شيء يرو أنك نقه شيء ونقع عليه يس نبر كان نوقع إما إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك عبد الله بن جبير الله الله أو هقاميها هدي دقالكو أنك يعني أن قولي سنة يهدي نالك قولي سبب برطة هذا جوك على دبر جبين تا كدران لا نؤتينا من
من قبلك حق أجينا كجائم عن عبد الله يو أتجي عيدا كاس يا حقنا نال كجائم عن كنت كنا ماشي جوج كوي كلا وحو كويرنا عليه الصلاة والسلام قائد كيسا كوير عيدا كيسين وحو كوير لسو علي احمو عن ظهورنا نبر هذا إن إلالي أو ينجدالنا الكسو قالين فأين رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا هذا أركتين أننا قلنا للدلة يهدو قرقارينينا نوصو هيلينينا محايلة لن كان كدرا أبر إن لك قيمات وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا هذا أركتين أننا قلنا تقول ليسان قنيمي سننا هنا لو داقنينا محايلة قنيمة يوحي هدو خيره صباح ولا ودا ليه لكن هيسدهنينا ولا قول ليست محايلة نبو حصوص عدوك عليه الصلاة والسلام الله تسر رواية كلا بخاري النبي حكير إن رأيتمنا تختفون الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم هدانا أركتين أيضو شمبروه النضفيان وانتنا للاي برتين هكسو نقاغننا إلا أن أنو يدين صدر فرين وإن رأيتمنا هزمنا القوم ووطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم هدانا أركتين قوم كي أنقو تشبينو كو استاغننا برتين هكذا قاعدين إلى أنفرهن إذن صدر أنا مركز طب هذا نقول إيش نيجي هلا هذا إن لك نقول إيش برتين هسوا دافين النبي كوير عليه الصلاة والسلام مركز قريب تاس النبي قصيدة سؤد ديار عليه الصلاة والسلام عيدا كي كلانا النبي قو قريب تمديك توحوا هجان وقعد جاي منذر بن عمر وقريب تمديك تب هجان وقعد جاي قريب تبدي حدنا الزبير بن عوام أو عاونا يه مغداد بن الأسود زبيرنا وحا ليري وانا هور استاكته نمكا فردوليد خالد بن وليد رقاسي ايسا نوسو قدبن عيدا كصفكي سهران نبي وحو دورتاي رقاسي سياله او كلا وحوشا نبي عليه الصلاة والسلام او كيبا نور كون قلقمو إلهي كرها لنغض نبي عليه الصلاة والسلام مركا او سيداس او دياري عيدا كيسي او سيداس او كلا هباي ان دقالكي و او بلوضي او مسلمينتي ايا قالدي حالات دي واسكوب بلاوة تدقالكي وحي اهاد مالكاس مالكي تضباد ايه سبتية بيش شوال مالكي شوال اي تضباد اهاد او سبتنا اه سانتكي صدحاد سانتكي صدحاد دقالكي مركي او عسلاضي نبي عليه الصلاة والسلام دقالكي وحكاقالي وليبا دقالكي مركي ورو انتو ساقلين نبي عليه الصلاة والسلام اصحابتي ودياريني asagu qalabkiisa uu diyaarsaday nabigu dagaalku xogaa jiray sallallahu alayhi wasallam marka seef uu hayay uu nabigu ta soo bixiyay wuxuu yiri man yaakhudhu hadha as-sayfa bihaqqi an seeftan ya haqqeeda ku qaaday marka sa rag badan soo istaageeno sayid cali bin abi talib oo kamid yahay aniga zubair bin awam ay yiri aniga umar bin khattab aniga nina nabigu masin alayhi salatu wasalam ila uu soo istaagay أبو دجانا ننكي لديه جري سماك بن خرشة أيا سو استاغي مركو سو استاغي وير وما حقه يا رسول الله إلى رسول جيسي ومحايتا سيفتا حقه مركو نبي كعير عليه الصلاة والسلام أن تضرب به وجوه القوم أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني إن عدو وجياشو دكو قرى عديد إلى أقلا عضو وي كاسير انا اخذه بحقه يا رسول الله انا حقي سكو قاده كاسو النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام ابو دجان وها مركا نين شجاع او ليقانه مركو دغال غلا انا سي او خرغ كبره اسو جيري عمامد غدونو انت مدح كو دوبته او سي اس قلقلوعيو سي عجيب اسو جيري مركاس ايو ماركتي ان او سي خرغ كبره او شافيرتنا سعود كبره اسودو جندق 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 اسكسي بركاس النبي تفيري سعودكيس و وحو يرى النبي عليه الصلاه والسلام انها لمشيه يبغضها الله الا في مثل هذا الموطن وسعود الى هي عرودو يرى سعود كسا اسو قلقلوينتا الا ميشان او كلام اهان ميشان و وحو توسينيا جيسنمدا او قبو اي اووديسا اي كلسونيديسا ايو غالدا توسينيا انا عبسي كو جيرين ايو غالدا توسينيا ان مركا النبي عليه الصلاه والسلام عيدان كي سيداس كودي مركا او دجانا سيافتي مركو قاطة واحد عاي زبير بن عوام او نبيغا انا ادير كيس انا ايددي سو ايددي سادا شاي ايا حوغا كعرادو يرا انيغا ايددي اي نبيغا ايددي سادا شا صفية بنت عبد المدرب حو ايسي واي
هذا فيرنا بروح أبو دجان وصبي أبو دجان سافت أيو قاطي عماد جودان ما ده حكود بطي قال كي أركب ما ده حف كسي حف حف كي أركبه مركزان وحن لي أبو يرقف أو كبد بعد ما بتشرب قف كبد بعد ما تشرب مركزو وحول لي هو ير أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالصفح عند لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول أنا وحا هو يري أن كي أور لبا لماي وإلى لبا لماي خليل كي صاحب كي نبي نبي عليه الصلاة والسلام ماكي أن ماشي جيت كتمرت أكتيد أن شوغنو يرجي بورتي أكتيد وحانا كوبالا نويري إن أنا ولجي ماشي الدمبو غدال عيدا كيداشيس أنا تجن وأن كو غراع إلهي إيا رسول كيسي سيفتود أن كو غراع ماركا قف كاستو لي مادو بس أبر وكدي ماركا وحا أركو يري زبير أنا ويا بامبا أن وحا أركو يري نين غالا دي كاميدا وقف الله لقف كو قبطور داوعا إي هوركا كالاتوري ماركا سان إسيرو يري إلهو كان أبو دجانا لكولمي أبو دجانا كهوري منيكي ماركا سا إسراف سدن markaas mushrigi markii hore Abu Dujana lagu soo riday gaashaankiisu iskaga dhigay gaalkii seeftiisa iyo gaashaankii Abu Dujana ku dhigtay markaas Abu Dujana qartab uga sii dilay gaalkii aan ilaahay ka raali noqdo markii dambe wuxuu yiri Abu Dujana qofka qabtay qartab ka seenay markii dambe wuxuu ciidankii gaalada inta soo dhaxgalay aan wuxuu yiri waxa arku yiri qof oo ciidanka dhan kicinaayo boorinaayo oo qof kastaba ka ciitimina markaas aan inta ku imidan wuxuu yiri u taagu yiri seefta markii aan seefti u taagon rabo ku dhifto wuxuu yiri walwala macnaha waa isku baraanbaro isku qeyliyo qofkii waa fiirshu yiri waa banaag islaam weey ilaa hinda bintu utba markaas aan waxaan ka xishoodo yiri ilaahay rasuulkiisa seeftiisa inaan naag ku garaaco u fiirso asxaabtii rasuulka iyo dagaalkii ku jira ayay islaamihii iyo kala xishoonaan هذا نمانتا إسلاما كليا ألا ديلا قبر وريا هلا ديلا إسلام مال عنتكو قدا هلا ديلا مت شاه كريدا هلا ديلا ماش هذا عيدا نايمد ما وروح أو أد ومت أن ولي جد بدم بجلين معناها إله هي دم بجو كهر لمن لكن دم بدقال إيه قف أو حب جلين لله هي شاه هذا ماش مقاعد دقال ك دت كعب يشرين أسر إيمان شرتي وريه هذه هبل هذه وحاس إسلام كوا كحش وشري رسول كيس عفتي سنة ما قام naagti oo ciidanka dhan kicinaysay oo ciidanka dhan dhiri gelinaysa aan ku imidu yiri Abu Dujana markaas aan u taagay saafta marka u taagay ay baroorto ba ayay tiri markaas aan kala xishoodo yiri Ilaahay rasuulkiisa saaftiisi inaan naag ku garaaco ha marka waa iskaga tagay marka marka Nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam ciidankiisa markaas saas ku soo diyaariyay معناها تاس قصدي وحن سوء دحق لنهي أبو دجانا الله كرال نغضي واحد عاي قريش نسا يسو دياريان مركا اياغون واس دياريان هوغان كا قود وحا هايستي سيدان سوء شاينا أبو سوفيان عيدان كود حقا ميدك تاق ما يمانادا غايب تلارا خالد بن وليدا هوغامين ايو غالا مركا ساها دان كا بداحنا عكرام بن أبي جهلا هوغامين اي عيدان كا او أفن تريغا أمالوك تا صفوان بن أمي هوغامين اي عيدنك أو ورمولاي ده هو رماتو النبي اللي رهد عبد الله بن ربيعة هو قامينا يي أن علن كان وحا أفسي دي قوال لدي لديه جري بني عبد الدار بني عبد الدار مركا علن كان مركا أفسي دين نيكا لرا أبي سوفيان أيا وحو دوني أهرين تا علن كانو أتكي محايا لي أن وحو يري وحو لحر لي نمك الرياب بني عبد الدار markaas reer bani abdar ayaga mansibkan haystay oo dhaxaltooyo ku haystay laga ma qaadi karin laakiin si kale u daandaansaday oo wuxuu yiri ninka leeyahay abu sufyan maliki quraysh wuxuu ku dhacay maliki badar u sheegay oo xaaladda ay la kulmeen markii ninkii oo la qabtay ba calan wadahood heenaad nadar bin xaris waa ta la qabto la qafaalaba soo dagaal ku jira markaas wuxuu ku yiri ya bani abdidar inuu kululeeyo raba ya bani abdidar قد وليتم لواء انا يوم بدر علن كان واحد تولسينو قبتين مالنكي بدر ادينك هيي فاصابنا ما قد رايتم وحنا نغو دعي واحد اوغيدين وانما يؤتى الناس من قبل الراياتهم ددكنا وحا لوغا يمادا حق علامادود او وحا ويه هدي علن كودا و دولكا دحو قولاداس وا لغا ادكاد marka ama علن كان نسيه
ama naga kaafiya ya oo maanta yaan la keenay xaqiis markaas ay imtixaan aqaanay waxa yiraahdeen aan aad imtixaan waxa yiraahdeen waxa yiraahdeen nahnu nusallimu ilayka liwana macala kana ku dhiibayna sata'lamu ghadan idhal taqayna kayfa nasna bari aya ogaa doonta markii aan la kulanno nimanka naga soo horjeedo nabi maxamed saaftiis waxa aan sameeyno nimanka marka waa adkaysteen waa sheegi doona waa is adkeen ilaa dhammaantood la laayay qabiilkood mid markii uu calanka qaadaba waa dhinta mid kale qaada waa lagu dilaa mid kale qaada waa sheegi doona waa soo socdaan marka dagaalku markii uu bilaabanayay waxa dhacay munaawaraad siyaasiya min qabiila quraysh quraysh islaamkii oo 700 ayaguna ay yihiin 3,000 ayaa cabsi ay ka bixi waayeen markaas waxay isku dayeen in 700 sii kala furfuraan 700 hor istaagi la'yihiin marka abu sufyaan ayaa wuxuu yiri inta la hadlay qayliyu ansaar la hadlay wuxuu yiri ansaaray annagu adinka idinma socono nimankaas annaga walaalaheenna qaraabadeenna muhaajiriin ayaa u socona annaga ayaga isu kaana daaya marka ansaari waa dhagaysa diideen waxaas waxay yiraahdeen annagu iimaanan ka yeelna waxaas iimaankuna waana walaalay intaas kuma gaabsana markii dagaalkii bilaaban rahay ayaa waxaa lasoo diray nin la dhihi jiray Abu Camar Arraahib oo shaydaan weyn ahaa waxaa la dhihi jiray magaciisa Camar ibnu Sayfi Cabdi Camar ibnu Sayfi Abu Camar Arraahib baa la dhihi jiray nabigu wuxuu bixiyey calayhi salaatu wasalaam Abu Camar Alfaasiq faasiqiya nabigu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam ninkaas marka khaa'in weyn uu ahaa ansaaruna ka soo jeeday qabiil ahaan marka hore sida ayuu ka soo jeeday marka Aws waliba waqtigii hore jahiliyadu uu madax u ahaa marka islaamku markuu yimid uu xagga u baxo munaafiqnimadkiisa gaalnimadkiisa ayaa adkaaday marka inta soo tagay ayuu ansaar u yimid marka wuxuu yiri yaa macsharal Aws ana Abu Camir ree Aws oo anuu Abu Camir ahaa ninkii madaxda idin ahaa jira ayaa ah maxay ku yiraa marka la ancama allahu bika caynan yaa faasiq ilaahay kuma nicmeeyo faasiqiho ay yiraa allah ku dilaa naga tag marka wuxuu yiri laqad asaaba qowmi bacdi shar qabiilkayga gadaalkayga shar ayaa ku dhacday iyo balaayo marka laakiin markii dambena dagaalkii inta gala kasoo horjeeda maaragtay ansaar iyo qabiilkiisa isagoo kasoo horjeeda oo quraysh la socda ayuu maaragtay meeshii uu ku dhintay marka quraysh isku dayadoodii dhan waa fashilmeen isku dayadoodii dhan waa ay fashilmeen waxa kasta waa u soco waayeen dumarkii waxa isku dayeen marka macnaha isku daydi oo furfurkaad ayaa u soco waayay marka islaamiyihii ayaa iyaguna waxay bilaabeen inay dhiri galiyaan oo ku shicraan oo ku gabyaan oo gabay badan qaadaan si ay u kiciyaan ragood waa isoo carareen quraysh tiradii ka batay 3,000 laakiin haddana iimaan aan la dagaalamayo waxa la dagaalamayo waa hadaf laba qof oo qolana hadaf leedahay qolana aysan hadaf lahayn qolada hadaf kalaha markasta adag markaasay ku shicirayaan ashcaar oo naagi waxay leeyihiin weyhan bani cabdidaar weyhan xumaat aladbaar darban bikulli bataar in tuqbiluu nucaaniq wanafrishu namaariq aw tudbiruu nufaariq firaaqa hayra waam ashcaar iyo gabay dhiirigelina ayay naagahoodii ka bixi waayeen dagaalka markii uu bilaabanayay oo muslimiinta iyo gaaladii oo ay labadii ciidan isku soo dhawaadeen ninkii la dhihi jiray gaalada calanwadahoodii oo calanka u siday Dalxa bin Abi Dalxa Al-Cabdari wuxuuna ahaa nimanka fardoolayda quraysh ninka ugu geesisan ragga ugu geesisan uu ka mid ahaa ayaa wuxuu soo baxay markaas uu yiri yaa ii soo bixi kara dadka dhan waa ka hakadeen markii geesi uu ah Zubair ibn Awam ayaa inta uu istaagay oo u tagu asagoo suuginba haf kasi waa dilaba dhulka u dhigay markaasaa nabiga iyo asxaabtiisa takbiirsadeen yaa nabiga yiri inna likulli nabiyyin xawaariyan wa xawaari Zubay az-Zubair nabi kasta wuxuu leeyahay dad oo khulaasa u ah u gaar ani khulaasadu waa Zubair ibn Awam markii dagaalku uu bilowday oo Dalxa ibn Abi Dalxa la dilay calankii waxa qaatay walaalkiis Abu Shayba Uthman ibn Abi Dalxa
ودقال كيو قالي سيد حمزة انتو كسو اردو قبطيو قلف اقسي ووحا وي اساقي قعانتي سيو اسلات شري كبعدنا نكا وادنت كبعد عالان كي وحا قاضي ابو سعيد بن ابي طلح اساقنا سعد بن ابو غاسا وران كسو قمي وادنت انا واني ما وضع داشي قبيل دانو ربني عبد الدارة عالان كاي وكل ادونا ايان كشا كايننا وادو وقتي قانو اسكيري كسو قمان قبيننا وادنت اصنا ان كبعد عالان كي وحا قاضي مصافع بن طلحة بن ابي طلحة وادار ويهين كودنت ودلحيه او هره او دلي كوباد اساقنا وحا وران كسور ردي عاصم بن ثابت بن افلح وادن تاسنا كباد عالان كوحا قادة ولالكيس كلاب بن طلحة بن ابي طلحة اساقنا الزبير بن عوام اياد دلي عالان كي هدانا قالادو وعالان كي قالادو حانك هرلينا محايا لادي عالان كو نولك قبيل كاسو عيدان كاسو والقات كاد عالان كي هدانا وحا قادة ننكي لديه جيري جولاس بن طلحة بن ابي طلحة او ولالكو دي صدحاده اساقنا طلحة بن عبيد الله ايا دلي وصوكو كوبينا لحداس وحوي ووضع وهل بيت معناها وصدح ويل ووضع لطي اي ابهو دي الله عدير وهل هل قريكا سور جيدا وبيت ابي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار لما انتو عالان كي ايوو الالينا الى الدل كبعد عالان كي وحا قادو ربني عبد الدار كم ده ارطاتو بن شرحبيل شرحبيل ايا دل اقاطي سيد علي بن ابي طالب الدلي هذانا عالان وحا قاطي عالان كي شريح بن قارد نينكي اللي هجري قزمان ايا دلي قزمان كون مركز منافق وها ومسلمين تولى سعودي اسوا قبيالات اي ود لكن اسلام هان امد قالمين كبعد وحا قاد ابو زيد وعمر بن عبد المناف العبدري وحد الاسل قزمان كي يدلو منافقها ايا دلي اسنا قبيالات دقالما يا كبعد واحد دلي شرحبيل بن هاشم العبدري اصلا قزمان دلي او منافقه صدح راسبه قزمان ومنافق يا دلي تبنن وي مركز ربني عبد الدار كمدو علنكي ودقادين لما انتودنا هل حبه كما فكن كبعد واحد سو قاداي علنكي ادون حبشيه او سؤال لدي جيري اي علمكي قاداي او اد او دغالمي او غالده ما رغتي اد او عاويي الى ما رغتي labadii si gacanood la gooyay calanka asoo u dagaalamay gacana la gooyay adana mid kale la gooyay ilaa calanka inta ku fariistay uu ku dhagay aan waa la dilay asagoo leh allahum hal a'zaz a'zart anaha arsala waa aan sharfay calanka aan hal a'zart asagoo leh waa cudu daaray ayaa asna meeshii lagu dilay marka calankii nimankii reer quraysh calankii dhulka uga dhac calankoodii dhulka ayuu ku dhacay mar hadii calamka dhulka ku dhacana dagaalku waa kululaaday dagaalkii marka sidaas ayuu ku kululaaday oo calamka agtiisa wixii u soo dhawaadaba waxa weeye waa la dilaa marka waxa kamid ah sida adag waxa dagaalka markaas u galay sayidana Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu oo nabiga adeerkiisa ahaa ayaa aad u dagaalamay maalinkaas oo waxa weeye cid kasta oo سواء داهي وقلف أو قسيني مركا وحان هادا كسو كوبين عشر كان سيد حمزة سيدي لو ديلي سيد حمزة بن عبد المطالب أو نبقى أدير كيسا جيسي أها ديل كيسي هادا كهر لينا نيكي لديه جيري جبير بن مطعم مالكي بدر وحا لديلي أدير كيس دعيمة بن عدي دعيمة بن عدي مركا مالكي بدر مركي لديلي aya Jubair bin Mut'im adonkiisi la dhigi jiray wahsh ayuu wuxuu ku yiri niyo hadda Hamza dishid macnaha Du'aym bin Du'aymah bin Adi waxa dilay maalinka Badar Sayid Hamza marka Jubair bin Mut'im wuxuu yiri adonkiisi wahsh la dhigi jiray wahsh bin Harbi wuxuu ku yiri adonkaasna wuxuu adon birta iyo tumo shishka iyo balaayada iyo waxaas oo dhan yaqaan marka wuxuu yiri hadaa dishid Hamza Hamza bin Abdul Muttalib nabiga adeerkiisa hadaa dishid xor ayaa tuur oo ku xoreynaya waxshigi marka waa soo tagay maxay yahay xornimadkiisa aad ugu muhiimaa waana nin shishka iyo waxaas balaayadaas aad u yaqaana wuxuu yiri waxa isku dayu yiri Hamza inaan jaan iska helo maxay yahay Hamza oo waxa weey nabiga adeerkiisa Hamza bin Abdul Muttalib
si toos qofna uma soo aadi karin qofkii toos u soo aada asagaa dhimanaya marka waxaan isku dayuu yiri in aan gaado markaasan geed ku gambanayo yiri in aan si aan u gaado geed ayaan ku dhakaday yiri geedisa isku aadinayay ayaa waxa u soo dhawaado yiri nin la dhihi jiray Sabac bin Abdul Uzza markii Hamza uu arkay oo inta u yeero magac ay ah ugu yeeray ay is soo aadeen markaas uu qalaf oo si waa u dilay marka markii dambe ayaan wuxuu yiri bahashi xarbadayda iyo waranka seeft baalka warankayga ayaan kilkilay waa tijaabiyay marka aan ku raali noqdo arkay inay bahalkii tahay sugantaa wax dil karto ayaan marka inta u soo gaatamay ayaan wuxuu yiri ku soo riday markaas ayaan ku dhiftu yiri waa u dilay Sayid Hamza ayuu halkaas ku dilay marka kabacdina waa xoroobay laakiin kabacdu waa soo islaamay wax sheegaso nabi kaleeyhi salaatu wa salaam Hamza dilkiisa aad ayuu uga naxo qof bani aadam kama naxay nabigu calayhi salaatu wasalaam sida uu sayid xamse uga naxay maxaa yeelay dilka kaliya kumaysa akeysana waa sii sawra dooriyeen oo midabkiisii wax dhan ayay bedeleen marka ninkaas waa soo islaamay kabacd nabigu wuxuu dhihi jiray araggaaga iga qari meel kala tag insha allah casharkeena intan ayaa kusoo koobaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh.